البداية وحتى خط النهاية مباشرة مع شعار هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. سلهودة على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بالطير العامري. لكن اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات الكاسبية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بالخرس الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث من حاف لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع بشاير في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومضمر الطويلة السيد سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز السابع النصيبة في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أرى شعار هجن العاصفة على ظهر مياسة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر السهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز العاشر حيلة في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ولا زالت القيادة من صالح نشوف اللي على مقدمة هذا الشوط من حافة على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، سلهودة في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود بدأت تغير من المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ثلاث على المقدمة لهجن العاصفة وامبراطور هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. النصيبة في المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. نشوف المركز الرابع، المركز الرابع الكاسبية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم ومضمر الكاسبية علي بن سالم بالخرس الاجتبي. مضمر بن صوغان ومضمر بن ظبيان وبرة صاحب أيضا له إنجازات مع هذا الشعار بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أيضا بوحياب معروف في هذا التضمير وفي هذا المجال. ننتقل إلى المركز السابع والطويلة في المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر السعيد بن عبيد الحمير الكاسبية. في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر السهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز التاسع الخفيفة وصلت إلى المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن خميس الغويص. وفي المركز العاشر الشاهينية وصلت إلى المركز العاشر لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم آل مكتوم بقيادة المضمر مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى منحاف، منحاف على المقدمة. ها هي منحاف لا زالت مسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير
تجتبي، وفي المركز الثاني مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود على المركز الثاني، عينها على منحاف، عينها على مقدمتي. هذا الشوط تترقب الأوامر من المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز لهجن العاصفة. ها هي هجن العاصفة. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الخفيفة، الخفيفة خفيفة ودوسة خفيف على أرضية هذا الميدان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن خميس الغويص. وفي المركز الرابع الكاسبية، في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس الشاهينية، في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بالمربن مجتوم المجتوم بقيادة مضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز السات وصل شعار الرياسة، مؤسسة هجن الرياسة قادمة قادمة بجواهر بجواهر، قادمة إلى المركز السابع في هذه اللحظات، أول لدى الجواهر لهجن الرياسة بقيادة المضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي صاحب نقطتين ثمينة في هذا المساء. ننتقل إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن في هذه اللحظات بشاير لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ونرجع إلى المقدمة، نسير إلى مقدمة هذا الشوط ونشوف الخفيفة، الخفيفة وهي خفيفة بدأت الآن تغير. أنا التهيت عد المراكز والخفيفة سوت شغلها على مقدمة هذا الشوط، تغير إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا الخفيفة على هذا الأداء المتميز، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن خميس الغويص. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني منحاف لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مياسة في المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع جواهر لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطار بن مايد الخيلي. يا سلام، وحدة من اليمين ووحدة من اليسار، من الميمنة ومن الميسرة، يا خليفة يا بن خميس دافع الواثق بهنتين على مقدمة هذا الشوط. ورا الآن مياسة تغير إلى مقدمة هذا الشوط، مياسة الشكل، مياسة العود في هذا الأداء المياسي في هذا المساء، في هذا المساء مع مياسة على مقدمة هذا الشوط. سلالة مياسة تفرض نفسها، أخت نيران صاحبة الإنجازات أسطورة الهجن، هذه أختها أيضا. ها هي مياسة من إمبراطورية هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط، من لاحة المنصة في عينها بدأت تحرك وتطير وتحلق على أجواء ميدان المرموم وتغادر بالمركز الأول. سلام سلام عليك يا أمبراطورية هجن العاصفة على هذا التميز في هذا الموسم، وكل موسم بداية موسم أو في آخر موسم، ها هي هجن العاصفة. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا مصحوبة إلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. جواهر في المركز الثاني لهجن الرياسة، المركز الثالث الخفيفة لسمو الشيخ مكتوم بن حمد مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. وفي المركز الرابع لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة تجاوز مياسة خط النهاية ولوحة الستة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، 9:28 بلوها تمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصلت في المركز الثاني جواهر 9:29.7 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا للمضمر الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والذي وصلت في المركز الثالث الخفيفة. كان أداها في خفة وعروضها مميزة وشيقة على مقدمة هذا الشوط، تحصل على المركز الثالث في زمن وغدر 9:30
أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر خليفة بن خميس الأغويص، تهانينا للجميع والناموس. متواصلين مشاهدين الكرام، مستمرين بالتواصل، انطلاقة تلوى أخرى وناموس يتلوه ناموس في تحديات هذا المساء في مشاركة هذه الشعارات المختلفة التي انطلقت وسارت بتحدياتها وبكل ما تملك من تحدي في هذا اليوم. نسير مباشرة إلى سادة